عن شركة من تايوان. اوكي. اسمها كلاس لايف انلوكت، يعني اكثر منتجاتها تعتمد على التاتشلس اللي هي ما تستخدم فيها اللمس ابدا. أوكي. عندك هذا مثلا عن طريق الباسورد، طبعا هذه كلها ابواب ذكية. أوكي. عن طريق الباسورد تقدر تفتح الباب. اما بالنسبة لباقي المكونات هذه عبارة عن تقدر تفتح عن طريق ابلكيشن الجوال اسمه لينك سمارت او عن طريق الكارد. اوكي. يعني حتى لو انت مثلا بعيد على بعد 20 متر 15 متر تقدر انك تفتح الباب عن طريق الابلكيشن الموجود في الجوال. في حال ان الواي فاي في مشكلة، حصلت مشكلة، تقدر تستخدم الكارد. اوكي. بالنسبة للسيستم الثاني بالنسبة للسيستم هذا سكيورتي، هذا طبعا برضو على الابليكيشن. مثلا انت حجزت غرفة في فندق وجاء احد يبغى ينظف الغرفة وانت ما انت موجود، تقدر عن طريق الابليكيشن تفتح الغرفة حتى لو كنت في اي مكان. اوكي. مو شرط انك تكون قريب منها ابدا. في اي مكان على بعد كام؟ في اي مكان، في اتورك، ما في يعني مسافه معينه، تقدر عن طريق الابلكيشن تفتح الغرفه. بالنسبه طبعا هذا الامرجنسي، لما يكون في مثلا سمح الله حوادث او حريق او اي شيء، الابواب تفتح اوتوماتيكا زي كذا. بيكسر اوتوماتيك بعد 5 ثواني. بالنسبه للمصعد الذكي تستخدم فيه الكارد، طبعا الان ما يقدر يضغط اي مكان. اوكي. في حال كان عندك اطفال او شيء فقط بالكريدت كارد، بالكارد تقدر تحط اي فلور انت حابب فقط بالكارد. اوكي. اوكي شكرا. نفس الطريقة برضو، نفس الطريقة الكارد طبعا على الابلكيشن. يعني هذه الاشياء ممكن تكون فنادق، تكون في مولات، تكون في الاماكن الجديدة الحديثة الان في المملكة، تستخدم حتى في البيوت. اوكي.